صباح الامل، صباح التفاؤل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج مفتاح الامل. صباحك الخير يا فادي. صباح الجمال، صباح الفل والامل كله يا شروق. اهلا بك. موضوعنا النهارده في اولى الحلقه عايزه اتكلم معاكم عن موضوع. بحب اشكر الساده المسؤولين على سماع صوتي وصول سياره المطافي بالوحده المحليه بقريه ابو شوشه، وبنتمنى من ربنا زي ما حلفكم الحظ في وجود سيارة المطافي بالوحدة المحلية بقرية أبو شوشة، عقبال ما يحلفكم الحظ إن شاء الله في وجود سيارة الإسعاف وترميم الوحدة الصحية بمركز أبو تشت. مش هقول وحدة صحية بس، لأ ده أنا هقول جميع الوحدة الصحية الموجودة في مركز أبو تشت محتاجة ترميم. مفيش ولا مستشفى لحد دلوقتي جاهزة. أنا بتمنى من السادة المسؤولين الاهتمام والاستعجال في ترميم الوحدة الصحية. نحن طلعنا من أزمة كبيرة، ولكن دلوقتي داخلين على أزمة الله أعلم إيه اللي هيحصل فيها. ربنا يحفظنا ويحفظ مصر جميعا من الفيروس اللي احنا داخلين والأزمة اللي احنا داخلين عليها دي. يا ريت الاستعجال في ترميم الوحدة الصحية. الناس الكبار اللي في السن والشباب والأطفال هنفضل لحد إمتى؟ كل ما حد يجي يتعالج يروح من مركز لمركز ومن محافظة لمحافظة، هنفضل لحد إمتى نعاني؟ مركز أبو تشتا هيفضل لحد إمتى يعاني بالمعاناة ده؟ وبعدين احنا ما بنطلبش، هقولها كل المرة المليون، ما بنطلبش حاجة صعبة ولا يعجز عن تحقيقها. احنا بنطلب بس من ابسط حقوقنا، وده جزء بسيط جدا من حقوقنا لينا، ده من حقنا ان احنا ده طالب بيها. نفسي في يوم اجي اتكلم واقول مركز ابو تشت فيه حاجات جميله. لحد دلوقتي ليا كام حلقه بناشد وبقول عايزين ترميم الوحده الصحيه، يا ريت الاستعجال والاهتمام بيهم. اوكي المسؤولين مش مقصرين، لكن احنا بس طالبين منكم الاهتمام والاستعجال في ترميم الوحدة الصحية. عندنا طريق الرواتب، جت شركة الغاز الطبيعي علشان تركب مواسير الغاز الطبيعي، وبعد ما رصف الطريق وبقت تمام، بعد كده اتكسرت الطريق وبقت رجعت تاني زي الأول وأنيل من الأول كمان، وبعد كده على أساس إن هم هيصلحوها ويرصفوها تاني، لكن للأسف مفيش حد اهتم بكده. أنا بطلب من السادة المسؤولين الاهتمام بوجود الطرق، لأنه أغلب الحوادث بتكون بسبب الطرق في مركز أبو تشت عامة، مش في حاجة معينة بس ولا في طريق الرواتب بس، لا في مركز أبو تشت كلها مفيش طريق صالح. اغلب العربيات اسبوعين بتتصلح بسبب الطرق، مفيش لا مظهر حضاري ولا طريق حضاريه. هنفضل لحد امتى نعاني؟ ويا ريت بطلب من الساده الرموز في الانتخابات، يا ريت لما يحالفكم الحظ ويكرمكم ربنا تبصوا لمركز ابو تشت وتركزوا فيه كويس، اهتموا بيه. لينا قد كام سنه فضلنا نعاني ونفضل مركز ابو تشت هيفضل لحد امتى يعاني بالحق بالحوار ده؟ هنفضل لحد امتى نقول عايزين لمركز ابو تشت وعايزين؟ المفروض الحاجات دي احنا ما نطلبهاش، المفروض الحاجات دي تكون من اساسيات المركز بالفعل. انا بطلب دلوقتي وبوجه رسالتي للساده الرموز، للساده المترشحين، يا ريت لما يحالفكم الحظ يا تكون قد المسؤوليه وتثبت وجودك وذاتك، يا اما تنسحب بسهوله جدا، لانه هيجي اليوم اللي هتبان فيه على حقيقتك وهتبقى خاين للامانه. انا بتمنى من الساده المسؤولين الاهتمام والاستعجال في ترميم الوحده الصحيه، بجد كفايه. كفاية المعاناة اللي بعيشها مركز أبو تشت لحد دلوقتي.